عندنا دلوقتي سؤال في اللوحات والمعالم، وسمعت ان جامعة الدلتا بتول عيسى من جامعة الدلتا محضرالي مفاجأة، مش عارف ايه الحقيقة. هتعجبك بس هنشوف. هتعجبني قوي، هتعجبني قوي كمان قوي. خليني اروح اشوف. اتفضل يا بتول. انا ما شفتهاش الحقيقة، فانا مش عارف هي ايه. اولا كل سنة وحضرتك طيب. اشكرك. ثانيا انا عارفة ان حضرتك اترسمت في المواسم اللي فاتت كتير. اه الحقيقه عندي مش اقل من 40 50 لوحه مثلا، فعشان كده قررت ان انا ارسم ماما لبنى المره دي. يا سلام. الله جدا. الله تسلم ايدك. ماما لبنى رئيس تحرير مجله سمير الله يرحمها، قولي لي اشمعنى اخترتي ماما لبنى عشان ترسميها؟ اولا لاني عارفه انه اهم حد عند اي حد هي الام، فانا مقدره جدا ان انا ارسم والده حضرتك. ثانيا لان هي قامه عملت مجله سمير عن ليها ذكريات عند كل الناس، وكانت مؤثره في طفوله ناس كتيره جدا، والتاثير في الطفوله ده من اهم الحاجات اللي بتمر على الانسان في حياته. الحقيقه عايز اقولك على حاجه، احنا فوجئنا في يوم ان جوجل حاطين صورتها على الصفحه الرسميه لجوجل، كانت مفاجاه بالنسبه لنا في تاريخ ميلادها. اما شركة جوجل تهتم بماما لبنى يبقى احنا الحقيقة مقصرين، فانا مش عارف اشكرك ازاي الحقيقة. دي اجمل رسمة جات لي من يوم ما دخلت الاستوديو. تسلم ايدك. اشكرك. شكرا. هذا عظيمة جدا والله بجد. الله يرحمها، كانت ست عظيمة.